ممكن تعطيني بس شوي من وقتك تخليني احسب النتيجه؟ بسم الله. بسم الله. التصويت راح لمين يا شباب؟ لا حد يجي وراي يشوف الجوال يا دحام. اوه 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 والله قريبين، تخيل 52 مقابل 48 مرة. طيب شو الأمور عندك مساعد؟ شو الأمور عندك؟ كلش طيب؟ طيب أعطوني تقييمكم يا أعداد، عندكم 20%. يلا يلا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. هزأنا يا شيخ. دقيقة 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 بس، تدري ليش؟ والله أنا في ورطة عظيمة صراحة. لا 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 لا، مو غلط بس. طيب على كل حال شباب، عشان اكون معكم صادق واكون معكم صريح، وانا والله ودي ابري ذمتي للامانه، انتم اخذتوا في هالمطبخ 50-50. كيف 50؟ يعني النتيجه اصبحت الان 50-50. اها حلو، يعني انتم متساويين في النتيجه. السلام. واليه الفقره تقول اذا التعادل، لا احنا ما عندنا اليه للتعادل صراحه لانه غير متوقع، لكن عندنا اليه انه الفوز مثل ما تشوفون. فانا عندنا اليه الان، انا يعني لا لازم انصف الفريقين صراحه، لانه ما اقدر افوز فريق عن فريق. مثل ما تشوف 50-50 بعد حسبه الدرجات طلع 50-50، فما اقدر. فاللي اشوفه انا بوجهه نظري، منصف لكم كلكم، ان الدرجات اللي بتروح للفريق الفائز تقسم على 4. واضح؟ يعني كم تروح للفريق الفائز؟ 2000 صح؟ كل متسابق ياخذ 500، لانه اقسم لكم بالله العظيم انه الفريقين كلهم 50-50. طيب حلوه، بس صل على النبي عليه الصلاه والسلام. انا الاسبوع اللي راح كان عندي مطبخ، ايه اعطوني 500 ما اعطوني 1000، وقالوا ما نطبخ. والاسبوع هذا تعادلنا 500 لكل واحد. من اللي اعطاك؟ الاسبوع اللي راح اعطوني 500. ها؟ مع خالد حامد يوم طفى الكهرب، ايه وزع علينا كلنا 500. اي لانه ايوه شوف عندنا مبلغ اللي هو مبلغ الفائز. تدري المقصد؟ ايه المقصد انه انت تبغى 1000 لكل واحد، مو من جيبي وكيفي يا دحام. ما انت خسران. لا انا اقول لك، عندي فقره المطبخ فيها 2000 ريال، هذه انا اقدر اتحكم فيها، بس عندنا اليه لها انه اللي يفوز ياخذ 2000 ريال. ايوه حلو. الان ال 2000 هذه انتم كلكم فايزين صح؟ فهمك، انتم ما حطيتوا اليه للتعادل صحيح؟ بدل ما تحطون المبلغ، حتى لو حطينا حتقسم ال 2000 دي عليكم الاربع. والله انت تقدر تعطي كل واحد 1000 وما في سجن، لانه ما في عندي مهزوم. اذا تقدر تعطي كل واحد 1000 حلوه، ما تقدر تسوي اللي تبي. ودي والله، لا لا حلو انا ودي حق. لكن خلينا نفتكر السجن يا ولد. نبي تدري ايش اخاف؟ نبي مراكز. شوف انا اقول لك، انا احترم المهنيه شوي. انا ما اقدر اقدح واقول 1000 ريال لكل واحد. ترى احيانا مقدمين يجوا يقول لك 1000 ريال لك ما تسجل، ويجيك مقدم يقول لك خصم ما تسجل. والله العظيم اني صادق، انا حرف بس هو يبغى يعني يبرز عمره، ابراز عمره. انا ادري، لو ادري انها ما تسجل من عندك. الاهم في البرنامج ده انت كمتسابق مش المقدم. صحيح.
فانا اقول لك الصدق اللي يسجل لك. انا اقدر اقول لك 1000 ريال واجيك تحت الهواء واقول لك ترى لك 500 بس انا قلت لك 1000 ريال. بس عندك جمهور يحبك ويحترمك ويكتب لك ويسجل لك درجاتك. فالصدق اللي واضح الان انه كل واحد له 500. وانا لكم مني بسعى بكره بشوف اذا لها اليه غير ال 500 مع اني اشوف هي يعني هي الـ 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 هي المنصفه. والله انا ان قلت منصفه وان قلت الواحد اللي فاز اخذ ها ودي طيب والله عندي انا فكره تقييم. دقيقه يا عبد الله انا اقول اذا هي واقفه على 50-50 نجيب اثنين من المتسابقين يجي صوت لا كذا يا تخسرون انتم يا نخسر احنا. انت بها كذا؟ طيب لا ما بها لا اقول لكم شيء انا اعرف اقدر لا لا معليش معليش طيب صلوا على النبي. انت بها انا اقول صلوا 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 طيب انا شوف صلوا صلوا على النبي كويس. احنا عندنا متسابق ما قيم. لا لا خلاص خلاص لا 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 دقيقه دقيقه انا تذكرت الحين بيض الله وجهك تكفى يا عبد الله دقيقه هي خمسه لا بد تكتب خمسه صل على النبي بعد شوي جيب لي متسابق غير الله يبارك دحام والله كانت فكره حلوه والله ما هي بحلوه يومكم الطامرون عبد الله صل على النبي يا تركي دقيقه انا لا لا رح رح يا اخوي انا خسروا انا خسروا والله ما لي وجه انا اقول اعطنا 1000 كلنا ما اقول خسرهم خابر خابر ها خلاص اكلتنا ما ينزل دحام صل على النبي عبد الله تكفى انا صل على النبي والله انك يا اخي صل على النبي انت تطالبني في شيء هذا حق لك. طيب ايش شايف تاخذ طالبني فيه بمعنى اسمع اسمع بمعنات انت لو تسويتوا لو تسويتوا بس انا الحين ما عندي اليه ما اكتملت عندي خمسه متسابقين انا ما اقول لك عطني 1000 وخسرهم انا اقول وزع علينا 1000 والله اني فهمتك ولا عطنا صفر كلنا يا اخي مو انت سبب في تغيير الاليه دي خلاص انت من سبب خلنا نواف يرقد لا ما اقدر انا عندي خمسه تقدر عبد الله انا اقول لك لا انا راح عن بالي والله الخمسه خل والله راح عن بالي من الله خمسه متسابقين لا لازم تكتمل يا اخي انا ناخيك الخوه على وجهي تكفى الله يجيب خلها 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 خل على 500 500 500 كل بونا طبخنا كل بونا اجتهدنا كل بونا والله لا يخسر فريق والله انها تاكل تشرب طيب انا قلت لكم من البدايه ليش تناحل معي يا اخوي ابي الزود ان ما جاء زود ما نبي النقص يعني خويك تكلم على هو ايش تسوي لك وش اسوي يا اخوي لا تبيعني يا اخوي اقسم بالله العلم وش انت في البدايه قلت لك 500 انت ناحلتني انا خليتني لا اعطي معك في انا ابي زود لنا قيم يا ما جاء زود قيم يا حبيبي دقيقه 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 عبد الله عبد الله عبد الله على وجهي شيء تطلبه لي مني على وجهك راح شكرا يا بندر 500 نقطه والله العظيم شكرا يا بندر شكرا يا بندر مو انا تركي تركي يتكلم من سمعتك انا يا 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 عيوني اسمعوني والله العظيم ما ارضى انه ينقص من رجال ريال واحد ولا اقدر ازيد على الفريق الثاني وانت محاضر معي وطابخ ومتكلف ايه بس الطبخه كلها متساويه حط نفسك مكان دحام اسمعني الامر مو والله لو اني في مكانك وطلبني واحد وقال انا خاك عشان اكله علي المنازل اسويها علي الحرام لا تطلب موتري الجديد هذا 20 لاعبيه تم لا اسمع 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 صل على النبي لا تطلبني في شيء وتحرجني قدام الناس ما حرجك هو ما حرجك. آلية اي خلصت اسمع آلية تطبق عليكم كلكم قلت لك في البداية 500 لكنكم ما رضيتوا على كل حال عندنا ذا اللي بينصف بينكم انتم فريقين هذا المتسابق الخامس المقيم الخامس اللي بيفرق اللي بيفرق في النتيجة يا رجل خلها على 500 هو انك ما رضيتوا في البداية انا والله قلنا نبي زود ما قلنا نادنا وش اسوي انا والله ما عندي مشكله تبغونها 1000 تبغونها 500 ما قلنا نادنا انا ما اقول في الصلاه انا اقول عطنا كلنا انت قلت نادنا ما في لا والله ما تسلم خذ الاقتراحات خذ الاقتراحات من اللي يفصلها شوف يا ابوي انا به زودنا عندنا هنا خلاص انا وقف بطاطا بالدجاج حلو الحمراء واليسار رقم 2 تفضل يا ابوي قيم بما يرضي ضميرك لانه تقييمك هذا حيفوز فريق بندر حبيبي بندر حبيبي انت المشكله تقول دحم انت تقصد كذا اسالني طيب بيني وبينك ليش تعطيني ايش تدري كم مره اقول لك توكل في نقاش طبع وضحت النتيجه ذبحني والله ما انسى هذا